السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة إلهام هوم. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معاكم طريقتي في تحضير أروع شباكية، لا في الشكل ولا في المذاق. كتجي ناجحة 100%، لذيذة وهشيشة، معلكة وشاربة العسل، ومبسطة جدا جدا بالنسبة للمبتدئات. بقاو معايا لآخر الفيديو باش تعرفوا الخطوات ديالي في تحضير هاد الشباكية. لهاد الشباكيه كنحتاجو المقادير التاليه: كيلو ديال الفورص، كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون، جوج معالق نتاع حبه حلاوه والنافع، معلقه نتاع السكر كلاصي، معلقه غير مملوءه نتاع القرفه، معلقه غير مملوءه نتاع الخرقوم، قبيصه نتاع الملحه، واحد الساشي نتاع الزا قيمه 7 ديال الغرامات، كاس ديال الزيت، كاس ديال الزبده مذوب، كاس ديال الماء زهر، ونص كاس ديال الخل. من بعد ما خدينا واحد القصعه درنا فيها كيلو ديالنا ديال الدقيق وضفنا ليها كاع النواشف ديالنا. غادي نبقاو نحركو مزيان ما بين يدينا باش تمتزج كاع العناصر ديالنا. احنا دابا غادي نضيفو كاس ديالنا ديال العنبه نتاع الزيت، وكاس ديال الزبده اللي كنا ذوبناها في النار مزيان، غنبقاو نحركو مزيان ما بين يدينا حتى يترمل لينا الخليط ديالنا. دابا غادي نضيفو كاس ديالنا نتاع ما زهر، ونضيفو نص كاس ديال الخل، ونضيفو الساشيه ديال الخمارة، ونبداو نحركو ما بين يدينا. هذا هو الشكل ديال العجينه ديالنا من بعد ما خلطنا كاع العناصر. دابا غادي نبداو نضيفو في الماء الدافي شويه ورا شويه. انا استعملت تقريبا كاس ونص نتاع الماء الدافي نتاع العنبه، درت الكاس الاول وبقيت كنخدم فيه كما كتشوفوا معايا دابا، وفاش مازانيش داك الكاس راني ضفت نص كاس. غير هو العجينه خصها تكون قاسحه بزاف، ما تكونش جاريه باش ما تعذبناش في الخدمه ديالها. من بعد ما درت العجينه ديالي مزيان غادي نقسمها على 5 نتاع القطع، وغادي نديرها في بابي سولوفان باش تطلق ليا شويه باش نكمل الخدمه ديالي بها. من بعد ما ارتاحوا الكرات ديالي غادي نبدأ نطلقهم في مائدة العمل على شكل طولي. من بعد غادي نجمع الجوانب ديالهم بحال راني كنصايب مسيمنه، وغادي نردهم في الميكات ديالهم عاود يرتاحوا. نفس العمليه غادي نعاود لها حتى نكمل كاع العجين ديالي ولا نعاوده. هذه هي العجينه ديالي من بعد ما طلقتها ودرتها على شكل مربعات. غنديرها في بابي سلوفان وغادي نخليها ترتاح واحد المده ديال 20 دقيقه ولا، وغادي نولي للعمل تاعي. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا مزيان غادي نبداو نطلقوها بالدلاك فوق سطح العمل، وغادي نقسموا العجينه على زوج ونورقوا الجزء الاول مزيان باش نفوتوه في الماكينه نتاع الطوراق.
من بعد غادي ناخد الماكينة ديالي على الرقم زوج وغادي نفوت فيها العجينة ديالي. غادي ناخدو الجرارة ديالنا وغادي نقادو الجناب نتاع حد العجينة ديالنا باش تجينا العجينة مسننة من الجناب. ودابا غادي ننتقلوا للعملية نتاعنا، غندير واحد زوج ثلاثة أربعة، الشرطة الخامسة غادي نجرو، واحد زوج ثلاثة أربعة، الشرطة الخامسة نقطعو، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة وكنجرو، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة وكنجرو، كنستمرو بنفس الطريقة في قاع العجينة ديالنا. دابا غادي ناخدو المرسول الاول وغادي نوريكم كيفاش كنخدمو. كنديرو زوج على زوج، كناخدو الشريط الخامس كنشدو الجناب ديالو نلاقيوهم مزيان ونقلبو. الطريقه راها سهله وواضحه، كنتمنى ان شاء الله نكون شرحت بطريقه جيده ويعني فهمتوا الطريقه نتاع الشبك ديالي. زوج على زوج كناخدو الشريط الخامس كنلاقيو له الجناب ديالو وكندخلوه في الوسط ديال العجينة وكنقلبو. كنمشيو على هاد الطريقة حتى كنكملو العجينة ديالنا كاملة. هذه هي العجينة ديالنا من بعد ما شبكناها، تبارك الله كتعطينا واحد الكمية كبيرة. غير هو بالنسبة للطياب كنخليو حتى نكملو كاع العجينة ديالنا وكنبداو بالعجينة اللي خدمناها الاولى العجينة اللي صايبنا التالي، وبهذه الطريقة كتجينا فتية وزوينة. على نار مجهدة كناخدو واحد المقلة كنديرو فيها تقريبا ما يعادل لتر ونص نتاع الزيت وكنخليوها حتى كتسخن مزيان، عاد كنبداو في الطياب ديال الشباكية ديالنا. من بعد ما طابت لينا الزيت ديالنا مزيان غادي نبداو نرميو الحبات ديالنا ديال الشباكية حبة ورا حبة. غير هو غنكونو نقصنا النار ديالنا باش ما تخطف لينا الشباكية ديالنا وتحرق.
غادي نخليو الشباكيه ديالنا تحمر لينا من جوج ديال الجوانب، وديك الساعه غادي نديروها في العسل ديالنا. من بعد ما طابت لينا الشباكيه ديالنا من جوج ديال الجوانب، غادي نديروها في العسل ديالنا اللي كنا زدنا فيها واحد تقريبا نص كاس ديال الماء زهر. ومن بعد ما تشرب لينا العسل غادي نهزوها نديروها في الكسكاس ديالنا باش تستقطر لينا. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي نتاع الشباكيه ديالنا من بعد ما دردرنا عليها الجنجان اللي كنا حمرناه من قبل. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش تفعلوا خاصيه الجرس وتشتركوا معايا في القناه وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم.